السلام عليكم الناس زوينين، نتمنى انكم تكونوا بخير وبالف خير. معكم كوتش على فيديو جديد. اليوم اختاريت لكم موضوع واعر اللي هو الصحه النفسيه. فاش غتسالي لا فيديو تفرج فيها من الاول حتى الاخر غتقول كيفاش انا ما كنتش فاهم هادشي في الحياه ديالي، وعلاش بزاف ديال الحوايج ما كيتقادوش، دونك السبب ديالهم هادي وهادي وهادي وهادي. ايوا اسمع لطاطا هلا باش تعلم. اول حاجه كنشكر البنيوتات ديالي اللي اقترحوا عليا هذا الموضوع هذا الزوين. الناس اللي ما عارفينش، درت واحد الجروب بريفي في الانستغرام كات في تويد هلا. هذا الجروب فيه بزاف ديال الخاصيات. اول حاجه يلا اللي عندنا كانال بريفي، كنتعاودوا وكنضحكوا وكنتموتيفاو وكنبارطاجيو الماكله وكنبارطاجيو لونطريمون ديالنا وكنبارطاجيو حتى النصائح. المهم من كل فن طرب، دخلي معنا الجروب وما تموتيفايش. حاجه اخرى، كاينين ستوريات بريفي كيشوفوهم غير صحاب الجروب، شي حاجه ليكم ما كيشوفوهاش الناس الاخرين. وكنخدم مع البنات بدي فيشي اللي كنبارطاجيوهم، كلنا كنخدموا في نفس لو فيشي اللي عندنا بروغرام. اول حاجه ديال لا سيمين عندنا دي ميسيون، كل نهار خاصنا نكوشيو هذوك لي ميسيون خاصهم يداروا، وهذا الشيء كله كيشوفوا. يعني انت فاش كديري دوك لي ميسيون كتعرفي ان وحده اخرى ما دارتوش والاخرى دارت، وكنبقاو نتحفزوا مع بعضياتنا. ولا غدلي انايا كندير واحد تشيك ليست كنشوف داك الشيء كامل، شكون اللي دار وشكون اللي ما دارش. وكاينين دي فيديو اكسكلوزيف كيشوفوهم غير صحاب الجروب. فاش كديري لي ميسيون ديال لا تيم طاطا هاله، اول حاجه كتحترمي راسك، كترجعي تثقي في راسك، وكتعرفي انك درتي شي حاجه في نهارك. وهذا الشيء كامل غير بخمسة اورو في الشهر، يعني ثمن قهوه اللي شربتيها معايا. كل ما غيكثر لونغاجمون كل ما حتى انا غادي نزيد نتحفز باش ندير لكم محتويات اخرى في هذا الجروب هذا، وباش ندير لي زونطريمون سورتو ديال الدار وديال لا سال للناس اللي مثلا ما كيعرفوش يترينيو ولا ما كيعرفوش يترينيو حتى بالدار. المهم كاع داكشي اللي جاي غيكون واعر. ايوا خلصت من قوا واجي عند لاتيم. فاش بقيت كنهضر مع البنات في الجروب على الماكله على السبور على هذا، لقيت ان بزاف ديال البنات كيدوزوا من واحد المرحله اللي هي ما زويناش غادي نقولوا نفسيا في لو كوتي ايموشنيل. فاش بقيت كنشوف لي ميساج ديالهم وكنسمع لي فوكو هذا، قلت مع راسي وقلت دابا غنشد شي وحده مثلا عندها زياده في الوزن ولا باغا تزاد في الوزن ولا بو امبورت شنو الهدف ديالها، باش ان هاد السيده هادي دير واحد لا ترانسفورماسيون واحد التغيير. راه ساهل، تقادي الماكله ديالك، تقادي النعاس ديالك، عندك واحد اللعيبات خاصك تزيديهم، لونطريمون يكون ادابتي، وهانتي ضعفيتي. وليني السؤال، علاش الناس ما كيقدروش يوصلوا للاهداف ديالهم بالرغم ما انهم تيكونوا عارفين كيفاش؟ حيت الاكثريه كيكونوا عارفين كيفاش، وليني شنو الحاجه اللي كتبلوكيهم؟ هي الصحه النفسيه. الصحه النفسيه كتاثر لك على الصحه ديال الجسم، والصحه ديال الجسم كتاثر لك على الصحه النفسيه. وهنا فين غتبدا القصه ديالنا. هذا الموضوع ديال الصحه النفسيه غادي نشرحه لك بالطريقه المغربيه اللي ما غايجيش شي واحد يشرح عليك بها. الصحه النفسيه عند الرجل المغربي والمراه المغربيه، سير الله. حنا عارفين المراه فاش كتكون حامله وكتولد لينا واحد الفنيكيش ولا واحد الفنيكيشه تنقولوا عليه مولود جديد. هو المغربي والمغربيه كيتعتبروا مولود قديم. شرحي ليا يا هلا وفسري ليا. نورمالمون الانسان فاش كيتولد وكيجي على الارض خاصو يجي جديد، خاصو يجي بحال شي ورقه بيضاء. غير هو عندنا في المغرب ما كنتولدوش كصفحه بيضاء، كنتولدوا اول حاجه مع كتغوت انت راك ما مغوتش حيت جاك زعما الصدمه على الاكسجين، انت راك تغوت حيت جاتك الصدمه على داكشي اللي انت جاي فيه. مع تتولد مع تخرج من البطن ديال الام ديالك مع كتتورون كونط، يعني كتكون عندك واحد لا بريز دو كونسيونس انك راه لست مولود جديد، انك مولود جديد بواحد الورث قديم. الا كتلاحظوا فاش كنكونوا صغار علاش كنقول لك هذا الورث القديم؟ الورث النفساني. جداك كيكون عنده واحد الخدمه، واحد لي ثيرابي كان خاصها ديرهم، واحد العقد هي بعدا كانت فيها ما عالجاتهمش. ولدت امك، امك جامع العقد ديال امها والعقد اللي فيها هي، سير ما عالجاتهمش. ولداتك انتي جامع ليا انتي كتله ديال العقد كتله ديال العقد ديال سلاله ديال الناس ما داروا حتى شي حاجه. دونك فاش كتولدي وكتكوني صغيره وكتكوني واحد الكتله ديال واحد الورث نفساني معقد، واحد العقد، واحد شي حوايج اللي هما صعاب، وعاد كتزيدي على هادشي انت ما طلبتيهش. بعدا اول حاجه تتولدي فيه كتكبري مع والدين مساطحين مربينكم تربيه ديال التساطيح، خوت مساطحين، مجتمع مساطح، اي بلاصه كتمشي لها كتلقاي العقد. دابا انت كابره بعقد والاخر كابر بعقد وهذا كابر، كلشي معقد وكلشي عايش مع بعضياته. هما كيحبسوا هنا، هما ما كيحبسوش، كيزيدوا
كتلاقاي العقد ديالك انت مع العقد ديال راجلك كتشابكوا كتولدوا لي عاوتاني واحد العقد اخرين كتورثوهم لذاك المولود الجديد. كضحكونا البنات اللي كيمشيو يتفرجوا في اللايف ديال مايا كتبقى جالسه 5 سوايع 6 سوايع باش تسمع المايا كدوي عليها باش تعرف مواصفات الرجل النرجسي. وراه هي النرجسيه في ليستوار، راه هي النرجسيه وتبحثوا عن رجل غير موجود. انا ما عرفتش هاد النرجسيين هاد البيرفير نارسيسيك فين هو، هذا فينا واد الشخص هو ما عمره ما كيهضر، ما عمره ما كيجي كيقول لك انا انسان مريض. كاينين غير ناس كيتشكاو من واحد الانسان نرجسي تلاقاو معاه في الحياه ديالهم، اما هما ما فيهم حتى شي مشكل، هما غير ضحيه. شي نقول لكم واحد الحاجه واللي ليها راه المغاربه كاملين نرجسيين. ها هو دابا حنا غنقول لك الصراحه، شوفي بغيتي تقلقي بغيتي تعيري في التعاليق دبري راسك، حنا راه كاملين مولودين بالنرجسيه. شي داك الورث اختي اللي جلستي مع باك وبات باك حتى راه غتجلسي معاهم في واحد المجمع ماشي غير يبان لك النرجسيه. كون كانت النرجسيه كدويك وراه ثقافي يريب عليكم، حنا كابرين بواحد النرجسيه كابرين ياك كاملين. غير هو تنوصلوا لواحد المرحله كيقول لك الا من رحم ربك، كنوصلوا لواحد المرحله اللي كنقولوا جلس زقع، هادشي انا اللي غادي فيه ما هوش، هاد التعامل اللي كنتعامل مع راسي ما هوش، هاد التعامل اللي كنتعامل مع الناس ما هوش. وهنا كنبداو نقادو ونحطو النقط على الحروف وبداو نراجعو راسنا وكنبداو نتبدلو. تيقول لك الانسان كيتبدل في واحد لا طرونش ديال من 5 سنين لخمس سنين، يعني الا شديتك انت ورديتك من هادي شحال 5 سنين غتكوني انت مش انت. الا كنتي انت من 5 سنين لخمس سنين خمس سنين هذا معنيته يعني حمارة فوالا، يعني انت ما فهمتي حتى شي حاجه في الحياه. انت الناس كيتطوروا كيتبدلوا وانت باقي قال لك الله يخلينا في سباغتنا. انت راه السباغه راه كتقشر، تجيبي شي شويه ديال الكاغي تحرش وحكي ليا الحيط وعاودي ضربي ليا السباغ، انا راه بان ليا انت خاصنا نضربوا لك الضاله. بمعنى ما يصحبش لك في المغرب راه الشخص النرجسي واحد الشخص غريب وعجيب، خصنا نبقاو نعرفوا لي زاستوس ونعرفوا لي استراتيجي باش ان احنا ما نتلاقاوش معاه. انت راك تلاقيتي معاه، تلقاي راسك عايشه معاه وتلقاي راسك هي انت النرجسيه. اذا ما حدنا كبرنا ولينا كنفهموا ولينا كنتفرجوا في اليوتيوب وهذا، اعتاب سيري ديما بواحد لاباز ديال انك انت هي النرجسيه في ليستوار باش تقدري انك تبدلي راسك. راه التفكير ديال الضحيه راه ما كيوصل حتى شي حاجه. نرجعوا لنقطه البدايه، حنا تولدنا بواحد الورث سلبي، انت مولوده قديمه مولود جديد قديم اوكي، غيتزادوا لك واحد العقد، غتكون عندك طفوله ضائعه ياك، ما كانش عندك طفوله ضائعه غتكون عندك مراهقه ضائعه، ما كانش عندك هادشي كله زوين، كلشي عندك والديك دار واحد المجهود تربيتي تربيه زوينه دوزتي طفوله زوينه درتي واحد التعليم زوين، غتلاقاي معايا واحد البرهوش اللي غيتقبل لك الورقه هادشي كامل غيردو سواد في سواد، غيولي عندك واحد الحياه في جحيم. عاد سيري طلقي وسيري راسك واش طلقتي بولد ولا هذا. المهم في الحياه غطرى لك شي حاجه باش تكون النفسيه ديالك غتكون مدغدغه. غنقول لكم واحد الحاجه، علاش فاش كنخدم في لي سيونس دو كونسلطاسيون ان طونك لايف كوتش مع مغربيات كنعرف ان عندي واحد الخدمه بزاف، كنعرف عندي واحد الخدمه كتكون بزاف. علاش كتجي هي تاخذ مثلا الغونديفو كتقول لك كتقول لها علاش بغيتي تاخذي كونسلطاسيون، هذا كتجي تقول لك بغيت نضعف مثلا عندي الكرش. وكنضحك انا قبل الغونديفو كنضحك، اش كنجي ندير مع الغونديفو كنلقى المشكل والترقى ما هو الكرش، وداكشي ساهل نضعف نحيد من هنا نزيد من هنا، داكشي ساهل. كتلقاي راسها عندها مشاكل نفسيه وكتلقاي عندها عقد نفسيه اللي هما تيدفعوها باش العلاقه ديالها مع الاكل كتولي واحد العلاقه اللي هي غير طبيعيه، دونك كتهرب لك هي من المشاكل النفسيه وكتمشي تاكل لك كاع داكشي اللي في البلاكار باش تحس بالراحه وتحس بالسعاده وتحس بلا سيكوريتي بالامان باش تهرب من داكشي اللي هي كتعيش فيه. يعني واش المشكل هو الماكله؟ واش المشكل هو الكرش؟ واش المشكل؟ لا، المشكل هو لا باز هو لا سورس. دونك انا فاش كيجيو هاد النوع ديال الناس كيبغيو يخدموا معايا تنقول لها اختي انا راه ما غنخدمش معاك داكشي ديال الكاش ولا صال، حيت ماشي هو المشكل ديالك. شنو هو ليليمون ديكلونشور؟ راه الانسان اللي تيكون في حاله طبيعيه كطبيعيه مكالميه ومسافره وغادا للسبا وحاكين ليك ودايره الماساج وما عندكش مشاكل الكونت بانكير ديالك فيه الفلوس كلشي، تيحطوا ليك واحد الطبسيل كتاخدي ليا واحد لا فورشيت وكتبقاي تاكلي بشويه بشويه وكتبني وكتمتعي وكتشوفي ليا في السماء وكتشوفي ليا في الطبيعه. اما فاش كيكون عندك المشاكل لا فورشيت ما كتجبديهاش، كتجبدي يديك وكلها ويدو قداش
وكتبداي طلقي من الاولى طلقي من الثالثه وكتبداي غاده ليا في غاده ليا في ديك القصعه غاده كتزربي كتزربي كتفتح انت راه هاربه من الهموم ديالك وغاده قاصحه قاصده الغاشي. يعني فاش كتجي تشوفي الجسم ديالك كيفاش داير ولا كيفاش انت كتاكلي ولا كيفاش كتعاملي مع راسك هادشي جاي من تراكمات. ميمكنش نقول لك واحد الحاجه نهار كديري لو ديكليك في الصحه ديالك النفسيه نهار كتولي الصحه النفسيه ديالك طوب جي طوب نهار كتحلي ليا المشاكل ديال الطفل الصغير لي بليسيور دو لونفون انتيريور نهار كتصالحي ليا مع الطفوله ديالك نهار كتصالحي ليا مع مشاكل الماضي نهار كتصالحي ليا مع الدور ديال الضحيه نهار كتكوني ريسبونسابل للحياه ديالك نهار كتستعملي كاع المشاكل اللي طراو ليك في الحياه ديالك وكيصحاب لك بهم انك انت يا ضحيه كتاخذيهم واحد كتعتبريهم واحد لا فورس واحد القوه باش انك تزيدي لقدام صافي سالات سالات كتعلمي كيفاش تاكلي كتعلمي كيفاش تحسبي لي ماكرو تيعطيك الانسان واحد النصيحه كتشديها حيت كتكوني انت اصلا في واحد الطاقه ديال الاستقبال كنقول لك ديري هذه كديريها ديري هذه كديريها ديري هذه كديريها صافي مشكل تحل كتاكلي كتحترمي الوجبات ديالك كتهزي صاكك كتمشي لاصال كتبقاي غاده على هذا لو ريتم هذا من الشهر الاول كتبدا يبان لك لي ريزولطا. شنو الجواب على الحاله ديال الانسان كتعطيه بروغرام اليمونتير وكتعطيه النصائح وكتقول ليه شنو خاصو يدير وكتنوض لك مع 3 الصباح وتدخل لك البلاكار شنو المشكل؟ واش السكر ها فلوكون دافوان بروتين شنو المشكل؟ حالته النفسية. إنسان طبيعي غيتعشى غينعس صافي إنسان في صحة جيدة غتعشي ليا واحد العشيوة وغتغسلي السنينات وديري لا ميديتاسيون ولا تشوفي شنو العادة اللي انتيا كديري قبل ما تنعسي وهذا وغادي تنعسي وغتنعسي في سبات عميق ولا غدلي في الصباح غادي يصون عليك التليفون وغادي تنوضي ولي عندك خطيبات الكوزينه غاده جايه غاده جايه غاده جايه غاده وديك العلاقة مع السكر مع البيموات مع الكيكه مع هذا نحطوا لك اي حاجه كضطر تاكليها يعني كاين شي مشكل فهمتي. وغنقول لك واحد الحاجه بما اني بديت الفيديو بالورد شنو الحاجه اللي كنورثو هما ما تشاوروش معنا باش يورثوها لينا اوكي وكيزيدوا كيفرضوا علينا دونك كنوصلوا لواحد المرحله في الحياه ديالنا ستوب بلاتي نعالج داكشي اللي عطيتيني بعدا بلاتي نعالج داكشي اللي عطيتيني بلا ما نختار اللي عطيتيني بلا ما نشوف داكشي اللي دايز ليا في لا دي ان ديالي بلاتي. وعقلتوا على الفيديو ديال شجرات العائلة شجرات العائلة أحسن فيديو في القناة ديالي فيديو شجرات العائلة كتخدمي كتكسبي لي شجرات العائلة وكتخدمي لي العقد اللي كاينه في ديك شجرات العائلة لي غولاسيون توكسيك اللي كاينين في ديك شجرات العائلة شنو الورث اللي تورث من جداك لامك لطاك طاك لخالتك عمتك صات صات واش كاين شي زنا محارم واش كاين شي ضرب واش كاين شي فقر واش كاين شي غنى واش كاين شي خيانه واش 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 باب كنكتب ليا كنرسم ليا شجره العائله نديرها في ورقه كبيره ونديرها في واحد البيت اللي ما كيشوفني حتى شي واحد ونجلس في الارض وناخذ ليا واحد لو فوتغ ونعلق ليا ديك الورقه في الحيط ونبدا تنخطط. هاد الخدمه الا ما درتيهاش انتي ما نقدرش نديرها انا بلاصتك وهاد الخدمه الا ما درتيهاش انتي ما غايديرها حتى شي واحد بلاصتك وهاد الخدمه الا ما درتيهاش انتي ما غتفهمي حتى شي حاجه في الحياه ديالك غتبقاي غاده حتى تشكاي ماما دارت بابا دار خويا دار عمتي دارت هادي هادي دي بنت الحرام خالتي كتعيط ليا بنت فاش كنرسم شجره العائله كنفهم شنو هو ماذا ورث في هذه العائله الكريمه ما هي قيمه الورث ما هي قيمه الورث شنو عندنا في الورث في هذه العائله هذه شنو عندك كورث شنو ورثنا كاين عندهم خيانه 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 كاين عندهم فقر 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 كاين عندهم عدم مسؤوليه عدم مسؤوليه عدم مسؤوليه كاين العائلات اللي فيهم المراه اللي حاكمه والمراه اللي حاكمه والمراه اللي حاكمه والمراه اللي حاكمه جدك حاكمه امك حاكمه انت كتكوني حاكمه بنتك خاصها تكون حاكمه كاين واحد لوتوريتي كاين اللي اون فام سوميز فام سوميز فام سوميز فام سوميز كتلقاي وهنا كتبداي
tu commences à détecter les personnes les plus importantes fait le chajarat l'aïla, شكون ce sont les personnes qui ont réussi à casser le schéma. هما الناس اللي نجحوا انهم يهرسوا ليا لو شيما ديال شجره العائله. لا ونتمنى انكم تكونوا هاد لا جينيراسيون اللي كتفرج فيا با امبورط شحال العمر ديالك وليني تكونوا نتوما هاد الناس اللي كتفرجوا فيا. المهم كانت ماما كانت انا ما غنكونش فوالا. جدتي دارت غلط ماما دارت غلط انا ما غنعاودش داك الغلط. وتقدري تلقاي راسك فواحد المرحله اللي عاودتي نفس الغلط تشدوا كاسي لو شيما هلا. خاص هاد خاص هاد الورث اللي حنا وارثينو بنفسيه مدغدغه خاصنا نعالجوه دابا خاصنا نصلحوه دابا. واخا يكون واخا تكوني تزوجتي طلقتي ولا خاصك تصلحيه خاصك تصلحيه لحياه افضل لحياه افضل. راه السعاده راه كاينه في الارض بقى انت تسنى ليا تاع تمشي للجنه. علاش ما تكونش سعيد هنا؟ تقدر تكون سعيد في الارض. اش نتوما كتربطوا ليا الايمان بالفقر بالحزن؟ تشجع واش ربي يسحب راسك انت يا ربي قاس كيتفرج فينا باغينا يبقى يعذبنا في الارض ويبقى يشوفنا كنتغتصبوا كنبكيو وما كان عندنا ما ناكلو باش ها ها باش هو يكون فرحان. واش انت كتعبد رب رحيم ولا كتعبد انسان كتعبد انسان مادي؟ نحن نتعامل مع رب رحيم والرب الرحيم الوار ما كيتعاملش مع عبد مكلخ. خاصك انت توصل لواحد المرحله ديال الوعي لفهم النعم. انت الا كنتي دابا نقول لك الا كنتي واصل انك في صحه نفسيه مدغدغه يعني انت ماشي في طاقه استقبال النعم. يعني انت مازال ما فاهمش النعم. يعني انت مازال ما درتيش واحد الخدمه على شجره العائله. ما درتيش الخدمه على داكشي اللي ورثوه لك. ما درتيش الخدمه على الصحه النفسيه ديالك باش انك تكون في حياه افضل. وما حدك ما درتيش هذه الخدمه هذه نقولها لك غتبقى كتخربق كتخربق تتبدا في بروجي ما كتكملوش كتبدا في هذه ما كتكملاش كتبدا في علاقه ما كتكمليهاش حتى حاجه ما كديريها زوينه. النعاس ما تتنعسي مزيان الماكله ما كتاكليها مزيان لونطريمون تبداي وتقطعي حياتك كلها غتشديها وتجمعيها غتلقايها كتله من التخربيق. علاش؟ حيت الاصل هو الصحه النفسيه. وشنو شنو لو ريزولطا شنو النتيجه؟ غتمرضي. النتيجه هو انك غادي تولي ما حدك كتكبري ما حدك غيجيك امراض مزمنه. الامراض المزمنه ليست عقاب من الرب. الامراض المزمنه سببها الانسان. شي نهار كندير الخدمه على راسي كنولي اي حاجه كنستافد منها اي حاجه ماكله كناكلها كنستافد منها. الامتصاص عندي كيكون مزيان. اونطريمون كنمشي كنتريني كنستافد منه. ناس زوينين تنقص معاهم كنستافد منهم. فيديو ديال اليوتيوب كنتفرج منها كنستافد منها. اي حاجه كنولي كنستافد منها كنكون نقي كنكون بيور. اوكي فاش كتكون تدير بحال واحد اش غنقول لك شي حاجه مدكسه مدكسين فيها العقد قرن ديال البشر عايش فيه العقد ديالهم متوارثين. شتي كي بغيتي تكون غني وكيبغيتي تحقق ليا قانون الجذب وكيبغيتي هاد طاقه الجذب تحقق وكيفاش بغيتي تكون ناجح وكيفاش بغيتي تكون انسان مرتاح انسان سعيد وتلاقى مع ناس لاباس عليهم وناس في وعي كي بغيتي وانت مدكس بالعقد. حد دوك العقد نشرح لك واحد الحاجه راه الا ما خدمتيهمش كيخرجوا لك في واحد الوقت اللي ما كتختاروش. بحال دابا نعطيك مثال شحال من وحده كتقول لك انا فاش كتجيني الهرمونات وهذا اش كيتخربقوا ليا الهرمونات فاش كنكون مثلا حامله ولا كتكون عندي لي غاكل ولا شي حاجه كنتعصب وكنبدا نغوت وكنبدا نهرس ونقدر نبقى نضرب راجلي ولا هضروا. ماشي الهرمونات اللي كيديروا هذا الشيء لا هذاك داكشي اللي كنتي مخبياه ما عالجتيش وكيخرج لك في لحظه ضعف صافي. شوف فاش الهرمونات كيبداو يتخربقوا تيجبدوا لك داكشي اللي انتي خازناه في لو سوبكونسيون ديالك في العقل الباطني. عقد اغتصاب ضرب تنمر تحرش صات 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 شمد ليا جبد ليا جبد ليا جبد ليا جبد ليا وتيخرج داكشي كامل تيخرج بحال البراش. دوك البراش تيكونوا ما مربيينش وكيجيو عندك الجيران وكيبقاو غاديين وكيجريو
هاللي كيجرب لا غارسون اللي كوش ديالو دار فيها شي حاجه وطاحت في الارض هاللي كيضرب هاللي كينقص في فوق السداد راه اللي كيحل لك شي مخده يبقى يجبد يدخل يخرج منا اللواط اللي خاصو ياكل فوق الطبله اللي عض لك شي حاجه ويلوحه هاللي عاد البيبغون ديالو يشد يبقى يمصو يضرب عليك مع الحيط كيخرج لك بحال الجنون بحال هكا كيخرجوا وفاش يخرجوا لك بحال الجنون انت وحده عندك 30 برغوش كيجري كيغديري تجمعهم كيغديري توقفيهم كاملين ما تقدريش ما تقدريش صوف لك عندك شي فردي غتصفي ليا البشر دونك فاش كيخرجوا عندك المشاكل لهادي ما عندها علاقه بهادي وما عندها علاقه بهادي وما عندها علاقه بهادي كيخرجوا لك في نفس الوقت كتكوني في حاله كتقدري تولي هيستيريا ما كتقدريش ما كتكونش عندك قدره التحمل انك تجيغي هذوك لي زيموسيون ديالك اللي متعارضين ومتناقضين في وقت واحد دونك شنو النتيجه ديال التصرف ديالك كنغوتو كنهرسو كنخسرو الهضره كنضربو تنفعلو بواحد الطريقه اللي هي جنونيه وهذا الشيء منين جاي هذا الشيء منين جاي جاي من التراكم جاي من التراكم باش نقول لك واحد الحاجه مثلا انا راه خوتي غير لي زانجينيير والديا حتى دابا تيقولوا عليا حنا تصاطحنا معاكم في التربيه ها تصاطحنا معاكم والديا زعما راه واحد الناس اللي واعيين وهذا اللي غير تصاطحوا في التربيه فاش كنرجع للور وكنشوف كيفاش حنا كبرنا حنا بربعه غتصاطح والديا كيفاش كبرين هي كبر مع عائلته بالتساطيح هو كبر مع عائلته بالتساطيح جاو تزوجوا مع بعضياتهم اصلا دايرين خطا فادح هو ولد خالتها مشاركين ليا العائله مع العائله نفس الدم ايوا صافي جبدوا العقد ديال هاد العائله مازال تتبعدي شي شويه تتقدري تقولي العقد نقدروا نبعدوا شي شويه على هما شبكوا ليا شي فشي يعني عقد قراب ضربوهم بجوج وضربوهم بجوج مشا ضربوهم بجوج داروهم اس اثنان ايوا تولدوا لنا اربعه ديال البزاقل كل واحد عانى في الحياه ديالو باش يجلس باش ينقي باش يخدم باش هادي باش هادي باش هادي باش هادي ولكن شنو احنا الدور ديالنا كاربعه ديال الاولاد شنو الدور ديالنا كاربعه ديال الاولاد جوج بنات وجوج اولاد هو ان كل واحد فينا يقول كبرت بتربيه فيها التساطيح والديا داروا داكشي اللي قدروا عليه داروا داكشي اللي قدروا عليه فهمت في داك الوقت داروا داكشي اللي مساكن كانوا عارفينه داكشي اللي قدروا عليه ولين احنا قرينا وعينا خدمنا وصلنا لواحد المستوى ثقافي خاصنا احنا فاش نتزوجوا ونولدوا نعطيو تربيه احسن خاص اول حاجه نقيو راسنا من هاد العقد نقيو راسنا من هاد الاخطاء اوكي اللي داروها والدينا بقصد او بغير قصد باش السلاله احنا ديالنا اللي غتجي من بعد ما تجيش بالتراكمات فوالا وهذا الدور ديالك انت اللي كتفرجي فيه خاصك تنقي راسك تخدمي على لو باسي ديالك ديري دي تيرابي باش ولادك ماشي غير تجيبيهم في مستوى مادي افضل ولادك تجيبيهم في مستوى نفسي افضل تجيبيهم في صحتي النفسيه افضل ما يتولدوش ولادك بالعقد اللي فيك يتو غيان دوموندي مطلبو منكم حتى شي حاجه هما باغيين يجيو لحياته وما عندهم الشخصيه ديالهم ماشي غيبني الشخصيه ديالو على العقد ديالك انت وغنقول لك واحد الحاجه على كلمه ديال لا تيرابي انا جو سوي ابنو تيرابوت ولاني فاش كتخدمي مثلا نعطيك معايا ولا مع اي تيرابوت في الكون هذا الانسان راه ما كيشدكش انت وكيبدلك حنا اون دي بيرسون لي كنعطيوك واحد لي موكلي انا جو تو غيد ولا غنقدر نقول لك كنشعل لك لا لوميير في شي بلايص فهمتي كنعطيك بوتيت غير كلمات انا شحال هادي كنت كنمشي عند واحد لي بنو تيرابوت وكنت باقا نعقل على واحد لا سيونس بقيت كندوي وكنخوات وهادي وهادي وسات تا تا وكنبكي 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 وهي كتشوف فيا بحال هكا كتشوف فيا وشاده واحد ستيلو دير بحال هكا شوف تشوف 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 الاخر قالت لي كلمه واحده قالت لي كلمه واحده قالت لي من الصباح وانت كتعاودي خاصني نسامح قالت لي vous n'êtes pas obligé de pardonner تخيلي ساعه وربع وانا كنغوت وكنبكي والتضارب هذا فاش قالت لي vous n'êtes pas obligé de pardonner جمله عتي وقفت بحال طفيت بحال شي جمره كانت شاعله جمله عطاتها ليا عاونتني بصح جلست وانا نقول
c'est vrai que je ne suis pas obligée de pardonner. Si la personne ne mérite pas mon pardon, pourquoi moi je serais obligée de la pardonner? Je me laisse ouïe. ولدني باش انكي تستقبلي هذه الجمله باش تعرفي لا فالور ديالها باش تعرفي القيمه ديالها خاصك تكوني درتي واحد الخدمه على راسك ماشي غير نمشي نخلص ابنو تيرابوت ويسحب لي راسي راه غيبدل لي حياتي انت اللي كتبدلي حياتك انت اللي كتبدلي حياتك ما تقدري تلقاي راسك شي مره شي انسان قال لك شي كلمه باش يعاونك قال لك غير كلمه واحده ماشي حتى جمله كلمه ولاني غتكون غدوز واحد السنين عاد باش غادي تفهمي وتقولي بصح فلان قال لي واحد الكلمه ولاني ما كنتش في طاقه الاستقبال داك الوقت باش اني نستوعبها. الا كنت وصلتي لمرحله الاكتئاب ولا واحد المرحله اللي خايبه في حياتك هذه معنيتها انك حملتي راسك فوق طاقتك. فاش كنحمل راسي فوق طاقتي بالاول حاجه ما كنكونش خادمه على الورث اللي انا ورثته خايب زدت العقد ديال الطفوله زدت العقد ديال الحياه زدت العقد ديال الكبر توصل الجسم لواحد المرحله اللي تيقول لك عييت عييت ما بقيتش قادر سمحي لي ولاني ما بقيتش قادر نكمل معك في هذا المشوار ما يمكنش انت ما خادمه على على شجره العائله ما خادمه على الطفوله ديالك ما خادمه على المراهقه ديالك ما خادمه على حتى شي حاجه وتزيدي لي المشاكل عاوتاني خبر صافي ما بقيتش قادر دونك فاش تيقول لك ما بقيتش قادر كيطفى فاش كيطفى تقولي النورون ديال العقل ديالك كيتخاصموا شي كيمشي لهنا شي كيمشي لهنا ما كيبقاوش ملاقيين كيبقاوش يعطوك لا بوزيتيفيتي الايجابيه كطيحي ليا في اكتئاب تولي بالك كلشي كحال كيولي بالك حتى شي حاجه ما زوينه حتى شي حاجه حيت النفسيه ديالي دايره كوم ان بيبي خصني نحافظ عليها خصني نغذيها يوميا هذاك الشيء علاش في الجروب ديال 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 الانستغرام درت لهم دي ميسيون ديال كل نهار تقدر شحال وحده تبان ليها عادي غندير عادي عادي مثلا درت لهم واحد الجمله ديال فراز بوزيتيف شنو الجمله الزوينه اللي قلتي لراسك اليوم غتقدر تقول لك كيفاش فراز بوزيتيف واش غنبقى نقول لراسي الهضره ولكن فاش غتولي واحد لا ميسيون وغتعرف راسها خاصها تعمر الطابلو في الليل وخاصها تقول لراسها واحد الكلمه زوينه وخاصها تكتبها تكتب ديك الكلمه الزوينه اللي قالتها لراسها كتولي واحد الحاجه زوينه كتولي هذوك لي ميسيون ولا هذوك لي طاش اللي كيبانوا لك تافهين كيغديو ليك النفسيه ديالك وكيغديو ليك الروح ديالك بحال دابا كتبت لهم مثلا اورغانيزاسيون ابارتمون بروبر ولا ميزون بروبر دار مجموعه نقيه شي وحده غتقول لي شنو علاقه الدار مع الصحه غن اوبليجيك انك تعيشي في دار نقيه دار مجموعه بلاكار حوايج مجموعين حوايج قدام ما كتلبسيهمش خرجيهم عليا فاش كتعرفي راسك عندك ميسيون كل نهار ضربي لي واحد الجفيفه واحد النقيه وهذا وهذا خصني نعمر الطابلو تيم طاطا هلا تاك 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 كتولي سا في بارتي دو طون كوتيديان وفاش كتعيشي في جسم صحي كتاكلي ماكله صحيه كتكون عندك اكتيفيتي سبورتيف كتريني كتحاولي تكون عندك واحد الميديتاسيون ولا واحد كيك شوز دو سبيريتويل كديريها في النهار ديالك هالنفسيه ديالك الروح ديالك انت كتغديها صات 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 كتبقاي غاده بشويه 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 كتولي تبان لك الحياه كتولي تبان لك حياه سعيده ما كتبقايش واخا يكون داز عندك مثلا نهار خايب في الخدمه وليني ناكل ماكله زوينه داز عندي نهار خايب في الخدمه وليني نمشي نتريني داز عندي نهار خايب في الخدمه وليني نمشي ندير لي واحد الميديتاسيون ولا واحد اليوغا ولا واحد الصلاه ولا 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 شي حاجه اللي كتغدي لي الروح ديالي شي حاجه كيلكو شوز كي مفي دو بيان واخا داز عندي نهار خايب في الخدمه نقول لراسي اون فراز موتيفونت اون فراز بوزيتيف فوالا دونك خاصني ندير واحد ليكيليب خاصني ندير واحد التوازن ما بين الصحه ديالي النفسيه وبين الصحه ديالي الجسميه حيت نهار هاد الصحه النفسيه ديالي غتخوني ما غيعقلش عليا الجسم ما غيعقلش عليا خاصك تعرف هذا مرابط مع هذا وفاش غيمرض لك الجسم ديالك غتاثر لك الصحه النفسيه ديالك صافي راسك تكوني غاده وتضربي سبعك الصغير مع داك السداري الصق كتحسي بالتنزينه تتحسي براسك دار النفسيه ديالك تحركات شي مرتبط بشي دونك الله يرحم لكم الوالدين اهتموا للصحه النفسيه ديالكم عالجوا لي داكشي اللي خاصكم تعالجوا نقيوا لي روحيا وطاقيا الماضي الموروث والورث الموروث والطفوله الضائعه والمراهقه الضائعه وهادشي كامل خصو هادشي يتقاد كوني انانيه في حياتك كوني انانيه لصحتي النفسيه افضل
سأكون أنانية لتكون صحتي النفسية أفضل. جملة زوينة، جملة زوينة. قد لي المكلة ديالي، نتريني، دير لي شي حاجة زوينة في حياتي، نحاول نقاد حياتي، نحاول ننتمي لشي مجموعة، ولا نكون مع ناس إيجابيين، فهمتي؟ نكون مع ناس إيجابيين. هادشي كامل كنعرفوه كنساوه. ملي فاش كتكون مع واحد الناس مثلا يوميا النصائح، يوميا الطاقة الإيجابية، يوميا لا موتيفاسيون، يوميا يوميا يوميا، تتقولي ما تقدريش تكاسلي. واخا تكاسلي نهار غتقولي غيفوت عليا الطران، خاصني نجمع شي شويه الصمده وخاصني نرجع ديك الانسانه الزوينه. نتمنى ان هاد لا فيديو جاتكم بحال شي قريصه ديال الودينه، تكون فيقاتكم شي شويه، فكراتكم في راسكم. نتلاقاو في فيديو جديد. كيف العاده، لا تكون الانسان الذي يريدونك ان تكون، كن فقط الانسان الذي يجب ان تكون. عش بحبك لله، ولا تنسوا نحن المغاربه قادمون ان شاء الله بقوه وفخر ستنحني اليها الرؤوس احتراما. دمتم في رعايه الله، والى فيديو قادم باذن الله. احبكم.